شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في معية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفل زواج الشيخ محمد بن خليفة بن راشد بن عبد الله الخليفة وذلك عصر اليوم في الرفاع. وقدم جلالة الملك المفدى التهاني والتبريك إلى معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله الخليفة وإلى نجله الشيخ محمد بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنيا جلالته للشيخ محمد حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين. وقد رفع معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله الخليفة أسماء آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله على تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة.